السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسبوع العاشر أنصح وأحاور بأدب قصة إبراهيم عليه السلام، الصفحة 37 في رحاب اللغة العربية على بركة الله. إذا هذه الصفحة، إذا أربط وأهتدي. قال تعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إذا أتأمل الآية الكريمة وأتعرف حال العبد الغافل عن ربه، وأكتشف من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أهمية محاورة الغافل بأدب من أجل هدايته. إذا إن مثل الغافل عن ربه كالمنكب على وجهه، لا يعرف وجهته، لا يعرف أين يتجه، لا يعرف طريقه، تائه يحتاج إلى الأخذ بيده لطريق الحق. وللنصيحة أهمية بالغة في توجيه وإرشاد الغافلين بأدب حتى يتقبلوا النصيحة ويعملوا بها، والدين النصيحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ تتمت الحديث. من عظم بلاء إبراهيم عليه السلام أن أباه كان يعبد الأوثان، وكان عليه السلام يحرص على هدايته ودعوته إلى عقيدة التوحيد، إلا أن أباه كان يصده دائما ويرفض دعوته. ولم ييأس سيدنا إبراهيم عليه السلام من هداية أبيه، فكان يتلطف له في الحوار ويخاطبه بأدب رفيع، فيناديه: يا أبت، ويبصره بسوء المصير الذي ينتظره إن تمادى في شركه. ومضمون هذا النص، هذه الخلاصة، هذه الكلمات جاء في الآيات البينات التالية من سورة مريم. فلنستمع لهذه الآيات حتى نفهم من أين كتبنا ومن أين استنتجنا هذه المعلومات، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. إذا نعود إليكم، ماذا كان يعبد أبو سيدنا إبراهيم؟ كان يعبد آزر أبو إبراهيم عليه السلام الأوثان، الأصنام. كيف كان يخاطب سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه؟ كان يخاطبه عليه السلام برفق ولين وأدب جم، ويقول له: يا أبتي، احتراما وتوقيرا، أو تكتب ما جاء في النص. كان يتلطف له في الحوار ويخاطبه بأدب رفيع. إذن هذه الخطاطة تلخص لنا ما جاء في هذا الدرس.
مظاهر أدب حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه حلمه بأبيه، يعني صبره على أبيه. الحلم أعلى درجات الصبر، فيعني أن صبره كان شديدا مع أبيه ولم يغضب. مخاطبته بلطف، فقال كان يقول له يا أبتي، كان يقول له يا أبتي كما جاء في الآيات، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن وحرصه على نجاته، فقال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهنا أظهر حرصه على نجاة أبيه، تذكيره بالمصير، نفس الآيات، فتكون للشيطان وليا. إذن هذه بعض مظاهر حوار أو أدب حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه. كيف أحاور من هو أكبر مني سنا اقتداء بآداب حوار سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه؟ إذن أحترم حقه في التعبير. حسن الإصغاء، أصغي إليه حتى يتم كلامه فلا أقاطعه، أناديه بلقب يحبه، إن كان أكبر مني سنا أقول له عمي أو الحاج أو 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 الأستاذ حسب يعني مكانته الاجتماعية. طيب الكلام، أختار كلماتي وأزنها قبل أن أنطق بها لأنه أكبر مني سنا. بالرفق واللين، أن يتصف حواري معه وكلماتي معه بالرفق واللين، فلا أكون فظا غليظ القلب خشن الكلام. التوقير والاحترام، التوقير والاحترام، أن نوقر كبيرنا ونحترم صغيرنا. إذن أركب في جمل ما استفدته من حوار سيدنا إبراهيم لأبيه وحوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه في سورة الملك من الآيات 31 إلى 34. وعند البحث في هذه الآيات وجدنا أن سورة الملك يعني توقفت عند الآية 31. لا يهم، أننا سنستخرج إذن ما يهمنا واستخراج أدب حوار سيدنا محمد مع قومه. إذن نبدأ. ينادي إذن سيدنا إبراهيم ينادي أباه بلقب حسن. جملة دي أركب في جمل. إذن أبدى إبراهيم عليه السلام خوفه على أبيه من العذاب، دعاه للإيمان بأدب واحترام. ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال الذي يخص سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بالآخرة وبمصير المكذبين الضالين كما جاء في الآيات، ثم عدد نعم الله عليهم، عليهم لأنه ولي نعمتهم، فلا معين لهم غيره سبحانه وتعالى. إذن دائما نفس النهج ونفس الأسلوب ينتهجه الأنبياء والمرسلون عليهم أزكى الصلاة والسلام. دائما الأدب في الحوار والحجة والدليل والتذكير بالمصير. أتشبع بالقيم، أرفق بمن يختلف معي في الرأي وأحسن إليه وأعتز بديني وأدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. أبحث، تعرفت إلى حوار الأنبياء وحثهم على الحقيقة، وسأتعرف لاحقا على صور من صبرهم وتفهمهم في ورضاهم في بقضاء الله وقدر. هذه إشارة إلى الدرس القادم إن شاء الله. فصلوا على رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما.